كيدير يا اخاي؟ بخير صحتك لاباس؟ الله يبارك فيك. متبع معايا شويه كارنيمون الحانوت؟ وانت ولد وزان؟ ولد وزان. وهذا شكون هو؟ ولد وزان. ماشي الاخ ديالك؟ لا. شحال هذه انت داير هذا المحل؟ كان يختار 11 عام. شحال 11 عام وقبل درتي الدراسه ديالك؟ الدراسه. واش شنو يمكن تقول لي على هذه المهنه هذه؟ مول الحانوت. المهنه مزيانه. قول صراحه شي حاجه زوينه. زوينه. شنو اللي زوين فيها على الحوايج؟ مع الناس وكتضحك وكلشي. كتضحك مع الناس. كتضحك مع الناس. شعبيين مع الناس. ومنين كيجي شي واحد قهرو الزمان كتضحكوا وكل شيء. ضحكوا ضروري نضحكوا. وفاش كتضحكوا كيفاش كيجي؟ كتضحكوا. نعم لا غزال. الله يحفظك. حتى انت الله يحفظك، حتى انت كتبيعي شي حاجة ولا كترتاحي؟ أنا تعاند عنده. ودعي مع هذا الوليد. الله يعاونو الله يسهل عليه. الله يحفظك. عطيه بسم الله عند الله. وكتعرفيه قديم انت؟ بزاف، عندي أكثر من ولدي. كنعزو بزاف. ومنين ما كتجيبيش الفلوس كيتسلف من عندك؟ كتسلفي من عنده. كيعتقني. كيعتقك؟ وكتردي ليه؟ كيعتقو من كل حسرة. آمين. وخا أموره بخير. آمين. شتيها الدعوي ما كاينش بحالهم ياك. واش سعدينا فين نفهم معاه؟ ولا شي واحد ما قدرش يخلص لك الكريدي ديالك تسمح له فيه؟ كتسمح له؟ ما تسمح له فيه. من قلبك زعما؟ من هذا القلب. هذا علاش؟ حيت لا عرفتيه؟ عرفتو ما عنده شي وما عنده باش يخلص صافي. تسمح له فيه ماشي مشكل. هذا ما نديرو نموذج من المدينه اللي كثير مزيان. سبحان الله. تقريبا في جميع المدن المغربيه خصوصا المدينه المغربيه. نذكروا الناس بلي هذه مدينتك، هذه مدينه وزان، وانت كتفتخر بهذا بهذا الاخلاق. الطيبوبه اللي كاينه. مول الحانوت يعني ديجا محبوب من طرف الناس كاملين. يعني هو مركز الحي، هو مركز ديال الفخر والمشاكل الاجتماعيه ديالهم، ديال مشاكلهم. هذه الطريقه ما تيشعروش بها الناس كاملين. وانت كمخرج السي هشام، وحنا كنهضروا على واش كتفكر ما تفكرش دابا انطلاقا من هذا الموضوع ديالنا، انه شي نهار دير شي موضوع على موالي الحوانت باش نعاود نبدلوا الفكره ديال الناس عليهم. ياك ما كتشوفش اننا ظلمناهم واحد السنين بزاف كاع، كنقولوا السلام ولا نعم. ناخذ عليهم كليشي كاع، كليشي بطريقه اخرى مغلوطه. هذه الجوله معك السي رشيد بينات حوايج اخرين. ما شاء الله. وانت شنو تقول لما كتشوفهم في التلفازه كيهضروا كيبينوا كيقولوا غا الشلح ولا الزقرام ولا واش انت كتوافق على هذاك الشيء ولا ما كتوافقش؟ ما كتوافقش عليه حيت ماشي حقيقه. ماشي حقيقه صافي، التعامل مشكل مع الناس صافي. واش كتعرف شحال انتوما كاينين ديال اصحاب الحوانت تقريبا؟ شحال؟ حسب الاحصائيات اللي عندي فوق مليون ونص تقريبا، مليون وزياده انتم، حيت كل حانوت تقريبا كيخدموا فيه جوج بحالكم وضربها في المغرب، دونك راه قوه كبيره. اذا درتوا واحد التعاضديه كنظن بواحد القدر بسيط في العام كيمكن لكم لانه حرام انتم كديروا واحد المهمه زوينه في المجتمع، فحرام الا تمرضتوا ما نديوهاش فيكم. وإلا عطيتك شي نهار ديتك البرلمان، عطيتك الميكرو وقلت لك قول شي كلمه على اصحاب الحوانت، شنو تقول؟ خصهم يعملوا التغطيه الصحيه ويعملوا التعويضات ديالهم. التقاعد ديالنا نسبي، وشوف على ما غاديش يعملوا المسائل ديالهم في الدواء ولا هذه ديالهم. وهذا ما ما عندناش شي. واخا ونعطيك شي حاجه مع السي هشام جباري نعاونوها بها. الله يعطيك ما انا ماشي بوحدي، معايا ناس حتى هما دعي معاهم.